يذهب إلى انطلاقة ووجود هناك من احتل المركز الخامس بهذا الشوط على وهو مخوف عبد الله بن محمد بن علي بن حمود الكتبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء عشاقي إلى صالة والتراث، هكذا نجدد لكم التحية واللغة في استمرارية انطلاقات أشواط صباحية هذا اليوم وهذا المهرجان السنوي الكبير ختامي الوثبة لعام 2023، معركة الثنايا وتحديات الثنايا في صباحية هذا اليوم. ينطلق منذ قليل شوط جديد من أشواط الخير والبركة وهو شوطنا الثالث عشر، يضم نخبة من الأبكار المحليات الأصايل هجن الدار والاستغرار، نسير عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة يأس الرياضية وقناة دبي ريسنج وقناة الدوري والكاس والقنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير. نسير على بركة الله وتوفيقه إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لأجد المنطلقة هذه مخيفة، راشد بن سلطان بن غالب المنصوري من انطلقت الآن نحو المقدمة والصدارة الأولى، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني لأجد هنا ريم ريم لعلي بن سالم بالخرس الاكتبية تقدم على مستوى المركز الثاني، بينما ننتقل إلى المركز الثالث وهذه نسيم. يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد، تتقدم نسيم على مستوى المركز الثالث ويقدمها لنا في هذا المعترك. يأتي سعيد بن مبارك بن سبت الخيالي يتقدم نحو المركز الثالث، بينما ناخذ الوصول على المركز الرابع. وفي رابع المراكز هذه متعبة متعبة لسعيد بن عبد الله بالطير العامري من يطير في سماء الوثبة، وهذه المسافة الماراثونية أيضا نتابع اللي على المركز الرابع، وهذه من تقدمت من وصلت هذه أمجاد نايف بن أحمد بن رحمة الشامسي على مستوى المركز الخامس. المركز السادس منصور، ويا مخرجنا ثبت لها الصورة، اوصلت هنا منصور محمد بن حماد بن سالم الاكتبي على مستوى المركز السادس، بينما في المركز السابع اللي تقدمت امجاد لمحمد بن حمد بن حميد رعق حير الدرعي يأتي على مستوى المركز السابع. المركز الثامن من الوثبة، مرحبا يا الوثبة، تقدمت الوثبة في هذه اللحظة، يقدمها سهيل بالرملي بن محمد العامري يأتي على مستوى المركز الثامن وهو أحد النجومية المتألقين في ختامي الوثبة في هذا الموسم، بينما نتابع اللي على المركز التاسع ومن الغاضب من السياج الخارجية اللي وصلت في هذه اللحظات اللي تقدمت في هذه الانطلاقة. هذه مشاهدين الأعزاء من وصلتنا وتقدمت على المركز التاسع اللي هي كرامة منصور بن سعيد بن راشد المزروعي، بينما في المركز العاشر سابها عالق ما
بينما نتابع اللي على المركز العاشر في هذه اللحظة نتعرف عليها إن شاء الله في هذا الانطلاق. هذه النتيجة هكذا ندائنا للعشر المراكز الأولى أو فينا لمسامعكم هذه الأسماء هذه الشعارات وهذه المسافة الطويلة 8 كيلومترات هذه المسافة الماراثونية اللي مركزين معها الأخوة المضمرين والملاك اللي يبحثون عن الإنجاز اللي يبحثون عن الفوز. من سيقيد على ناموس هذا الشوط بين هؤلاء الابكار المحليات الاصايل اللي يبحث عن الانجاز من خلال هذا التجمع الغفير في هذا الصباح الجميل. ولكن نعود الى المقدمة نعود الى الصدارة والى البداية والى المركز الاول وهناك متعبة يقدم لنا متعبة سعيد بن عبد الله بالطير العامري على مقدمة هذا الاندفاع. بينما في المركز الثاني اللي تقدمت الان واللي وصلت هذه مخيفة راشد بن سلطان بن غالب المنصوري اهالي الوثبة يبحثون عن الانجاز يبحثون عن الفوز. بينما ناخذ اللي تقدمت الى المركز الثالث وريمة ريمة تتقدم الان علي بن سالم بالخرس الاكتبي بحياب وشعاره على المركز الثالث. بينما ناخذ اللي قادم على المركز الرابع وهذه مشاهدين الاعزاء نسيم سعيد بن مبارك بن سبت الخيالي وبدينا نغادر جسر العبور جسر العبور مرينا مرور الكرام الى الفوز اتجاهنا نحو المعترك الاخير. بينما الغادمة على المركز الخامس اللي تقدمت في هذه اللحظة امجاد محمد بن حميد رعق حير الدرعي ولكن شوف اللي وصلت شوف اللي تقدمت الان امجاد نايف بن احمد مرحمة الشامسي على المركز السادس. المركز السابع القادمة هملولة لمنصور بن صالح بن هزيم المزروعي يأتي على المركز السابع في هذه اللحظة. المركز الثامن من تقدمت من اللي قادم هذه كرامة منصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي وصل وهالي دانة الدنيا يبحثون عن الانجاز يبحثون عن الفوز والوثبة الوثبة لسهيل بن رملي بن محمد العامري. بينما هناك اللي قادم مطفية علي بن سالم بن علي الدرعي الله يا مضمرين من يبحث عن الفوز من يبحث عن الانتصار. شوط المحليات شوط المحليات لميزة خاصة مع الملاك روح يلي بتروح الى وين واصلين الى وين يا عايش كيلو ونصف الكيلو كيلو ونصف الكيلو المتبقي على خط النهاية عن خط النهاية ومتعب متعب متعب على الصدارة متعب على المركز الأول. سعيد بن عبد الله بالطير العامري أهالي الهير أهالي الهير أمورهم معلقة مع هذا الشعار في مسيرة هذا الشوط. ولكن الوثبة الوثبة هي الوثبة تذكرنا باسم صال وجال في ميادين السباقات. الوثبة 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 لسهيل بن رملي بن محمد العامري راح راح الى المقدمة. لكن يا بن رملي يا بن رملي دير بالك من منصورة منصورة تبحث عن النصر منصورة تبحث عن النصر لمحمد بن حماد بن سالم الاكتبي. لكن بن رملي بن رملي ممثل اهالي المصانع الجنوب في هذا الختامية بانجازاته ببطولاته ما شاء الله مشكور على هذا الاداء الجميل التي تقدمه الوثبة. ولكن منصورة تعود من جديد
تعود من جديد في هذه اللحظة في هذه المسيرة. محمد بن حماد بن سالم الاكتبي ياهي من معركة، ياهي من معركة. الوثبة الوثبة الوثبة، سلام إلى الوقن، سلام إلى الوقن، سلام سلام وتحية واحترام لأبناء الرمل كافة. لكن بالرشيد، بالرشيد يعود، بالرشيد غادم مع انطلاقة نهب خليفة بن سلطان بالرشيد. ولكن الوثبة، الوثبة يبدو أنها تنتزع ناموس الشوط وتهدي لسهيل بن رملي وأخوانه وإنجاله. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وأسعدت صباحا أهالي منطقة الوقن على هذا الفوز. بينما في المركز الثاني وصلت أيها الأخوة الكرام اللي هي متابعين الأعزاء نهب لخليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث وصلت منصورة يا بن حماد، محمد بن حماد بن سالم الكتبية. المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من سمحة لأحمد بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري. وفي المركز الخامس كان الوصول اللي هي مطفية لعلي بن سالم بن علي الدرعي. هذه النتيجة أيها الأخوة الكرام للخمس المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول الوثبة إلى خط النهاية، وأهدت السلامات إلى أهالي الوقن بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 24 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسهيل بن رملي بن محمد العامري نجم سهيل الذي انتزع ناموسي هذا الشوط. بينما في المركز الثاني من الجانب الآخر اللي احتلت المركز الثاني للتصحيح، نعم هذه سمحة لأحمد بن محمد بن سهيل بن هدف العامري. توقيته 12 دقيقة 26 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لابن هدفة اللي وصلت في اللحظات الأخيرة ونصححها مع الأمتار الأخيرة. بينما في المركز الثالث منصورة وصلت مشاهدين الأعزاء لمحمد بن حماد بن سالم الكتبي. توقيته 12 دقيقة 26 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا ومستمعينا الكرام إلى فاضل